بمباراه توظيف الاطر النظاميه للاكاديميات، واللي يعني شهدت نقاشا صحيا على يعني لدى جميع المتقدمين لهذه المباراه. فبالتالي خصنا نوضع الاطار القانوني المؤطر لهذه المباريات توظيف الاطر النظاميه للاكاديميات. اولا عندنا القانون الاطار 51/17 اللي يعتبر يعني واحد الاستشارات كبيره دارت مع جميع الفاعلين والمتدخلين في الشان التربوي، واللي ركز على المورد البشري كعامل اساسي في اي نهضه تربويه. كاين كذلك النموذج التنموي الجديد، وعندنا البرنامج الحكومي يعني اللي كيركز اساسا على الموارد البشريه. اذا فيما يتعلق بهذه المباراه ديال توظيف الاطر النظاميه للاكاديميات، فتم تحديد واحد المجموعه من الشروط من بينها الحافزيه لي يعني التقدم لمباريات لهذه المباريات والمهن التربيه والتكوين، بحيث ان هذه الحافزيه غتكون محل ديال واحد اختبارات شفويه. ايضا هناك يعني تحديد شروط متعلقه بالميزات المحصل عليها في البكالوريا وفي الاجازه وفي سنوات الحصول عليها، وهذا الشرط كيستثنى منه حاملي الاجازه في التربيه. كذلك هناك تحديد السن في 30 سنه. في هذه النقطه بغينا نوضحوا بانه القطاع عنده خصوصيه. هذا التحديد ديال السن ليس حكرا على قطاع التربيه الوطنيه، واحد المجموعه من القطاعات حسب خصوصيتها تحدد السن، وهذا لا يتعارض مع اي قوانين منظمه للوظيفه القانونيه. اذا كذلك في هذا الاطار ديال السن بغينا نشرحوا على انه الحيز الزمني الكبير اللي غادي يكون امام هذه الاطر في حال توظيفها غادي يمنحها واحد التكوين مستمر من اجل يعني تطوير قدراتها ومعارفها وكفاءاتها في مهن التربيه والتكوين، وكذلك الترقي في مسار مهني متكامل، بحيث انه يعني يقدر من بعد يتقدم المباريات المسؤوليه بما فيها رؤساء المؤسسات التعليميه ومفتش تربوي. اذا هذه العمليه ديال السن ايضا راه كانت من قبل معمول بها في قطاع التربيه الوطنيه، بحيث انه كان محدد في 25 سنه وبانه ليس بجديد، وبان هذا يعني الحيز الزمني الكبير ديال الممارسه والتكوين المستمر وتطوير القدرات والكفاءات كيدخل في اطار تثمين هذا الموارد البشريه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.